أخبار اليوم. كان موسم للكوسة فكانت أغلى؟ الليمون بقى الليمون بقى ب25 جنيه، بس كان ب40 من يومين ولا لا؟ ما سمعتش يعني. يعني أنت شايف الأسعار زي ما هي؟ أسعار كده مظبوطة يعني. من أول رمضان؟ لا، من أول رمضان كان أغلى. من أول رمضان كان أغلى. الموسم الناس كلها عايزة تحوش، كان الأكل هيخلص. لما دلوقتي الأسعار أغلى. الأسعار كويسة. في حاجه رفعت. ايه اللي زاد يعني؟ الليمون دلوقتي بقى 25، لما اتحط في 25 لما الكوسه النهارده 8 جنيه. الكوسه كانت بكام؟ الكوسه كانت ب10 جنيه اول يوم رمضان يعني. قال لي طب ما انا بقول لك. والملوخيه بكام؟ الملوخيه ب4 جنيه. كانت بكام ولا زي ما هي؟ لا، كانت ب6. قلت يعني. عايزه تعرفي ايه كانت؟ الطماطم ثلاثة. كانت بكام؟ لا، دي ما انا كنت عارفه زي ما هي. والجزر رفع ما كانش كده خالص. الجزر ما كانش كده خالص. اللي حركه البيع بقى والشراء يا مونا، اول يوم رمضان، او يعني يوم الوقفه ويوم الصيام، يوم الاثنين. بعد كده الدنيا ريحت، كانت شغاله وهي بعد كده ابتدى يخرب. هي شغاله الحمد لله رب العالمين. دي ما تستحمل بكام؟ ب4 جنيه. وديت دي 3 جنيه. دي حشو يعني ولا دي صغيره شويه للسليق والحشو كده؟ على الاسعار من اول رمضان لدلوقتي الدنيا الاسعار قلت ولا لسه زي ما هي؟ زادت عن اول رمضان يعني تقريبا. ممكن الاكله تكلفك قد ايه؟ طبخة الفطار كده تكلفك قد ايه؟ على حسب بقى ما هتشتري وتعملي. يعني لو بتشتري خضار مثلا، بطاطس، وتعملي كمان بطاطس مثلا. انت اشتريتي ايه النهارده؟ انا اشتريت سنجاره. بتعملي محشي؟ خلي بالك الفراخ اصلا كل يوم بتزيد وبتكبر. هي في اول رمضان البانيه كان 60، ولغايه دلوقتي 60. لا، كان ب 65. لغايه دلوقتي كان الفراخ ب 60 جنيه. ايوه دلوقتي ب 60، يبقى له 65. 70 جنيه عندك، ودلوقتي 65. وكيلو فراخ 24. والبلدي؟ البلدي 27. لا، كل الاصناف دي ما نزلتش. عارف بس انت. طب ايه اللي نزل؟ مفيش غير الابيض. الابيض كان بكام؟ كان بينزل لنا ب 23 جنيه ونص، بنبيعه ب 25 جنيه ونص. مفيش حاجه اقل؟ لا، السلعه بتاعتنا احنا مفيش حاجه زادت. السلعه بتاعتنا مفيش حاجه زادت. اسعار بره بقى ما اعرفش فيها ايه. اسمع ان كل حاجه زادت. اسعار السمك زي ما هي ويمكن نزلت كمان. اللحمة غليت والفراخ غليت والسمك ايه ظروفه؟ زي ما هو؟ السمك اهو زي ما هو. بس البولتي كان ب 12. لا، ما فيش بولتي ب 12 جنيه. كان قبل كده؟ ده كان بقى دلوقتي كل حاجة غليت. احنا نتمنى كل حاجة تجي رخيصة عشان نبيع وربنا يسهل. وفي بيع ولا الدنيا ماشيه ازاي؟ والله زي ما انت شايفه كده. نعمل ايه؟ الحمد لله.